منى ليكي، أنا برأيي هلأ ترتاحي، بتكوني أكيد تعباني. إيه أنا كلب، تعرف عن جد أنت ما في منك. أنا ما بعرف شو كان صار فيي لولاك. لو ما كنت موجود يمكن كنت صرتي بمومباي هلأ. بعرف العمى شو أني وحدة غبية، أنا كان بس بدي شوفك ومن دون تفكير. أيوة أنا كمان مجنون، كنت عم ساعدك من كل عقلي مشان تطلعي على القطار، أصلاً كان لازم أني أمنعك. يا الله عن جد نحن الاثنين مجانين. قلك شي، أنا كنت خايفة بس مبسوطة كمان. بتعرف أنا كنت مبسوطة أكتر شي لما رحت وسرقت الميتور. يا الله أنت كتير كتير قوي. وأنا عم أقول هيك كمان، ما بعرف من وين اجتني كل هالشجاعة بوقتها. ما أنا بس كنت بدي رجعك على البيت بصراحة بأبكر ما فيني. يا منى نحن ارتكبنا أغلاط كتيرة، وبعرف إنه أنت تحملتي كتير بهالفترة. منى أنت حبيبتي، بس متأكد من إنه ما قدرت أعمل لك الشيء اللازم، وبعرف كمان إنك تزوجتيني غصب عنك يا منى. آسف منى كتير، أنا بوعدك إني رح أخي مرت أخي يلا قوموا صار الصبح، فيقوا يلا يلا فيقوا. شبا عم تصرخ من عبكرة الصبح. يلا يا أخي افتحوا لي الباب. يا الله ليش عم تفيقوني هالقد بكير؟ يلا لهلأ نايمين؟ قوموا ما عاد بكير، صارت الساعة 8. الساعة 8؟ يا الله أنا نسيت حالي، أنا متزوجة وبيت أنا كلب. هلأ تذكرتي؟ معناتها قومي الوقت تأخر. أي وشو يعني الساعة 8؟ وإذا يعني صارت الساعة 8؟ شو مرت أخي؟ اليوم أول يوم إلك بهذا البيت، أنتو اثنين لازم تصلوا الصبح، بس تأخرتوا بالفاقة لهيك اضطريت إجي أنا فيقكم. يا الله كيف غلطت هيك غلطة؟ سجال كان لازم تجي أبكر شوي، وهلأ شو؟ هلأ خلصينا، جهزي حالك بسرعة وانزلي لتحت، أمي ناطرتكن على الصلاة، تعوا بسرعة.